للحب أربع مراحل نتعرف عليها وفق ما وصفها طبيب الأعصاب فريد نور مؤلف كتاب الحب الحقيقي. نبدأ بمرحلة اختيار الشريك، أي الشخص الذي تريد أن تكون معه، وغالبا تكون هذه المرحلة في العقل اللاواعي حيث ترشدك الغريزة الإنسانية. ثانياً الرومانسية والوقوع في الحب، طبعاً هذه هي المرحلة التي تتحدث عنها الأفلام والروايات الرومانسية، لكن نحن هنا لا نرى الواقع، نحن نرى الناس كما نريدهم أن يكونوا. انتبه، هذه المرحلة تؤهلك إلى المرحلة الأخيرة. السقوط من الحب طبعاً ثالث مرحلة، يمر الجميع بهذه المرحلة حتى الأزواج الأكثر عشقاً. أنت هنا تختبر قرارك وترى شريكك على حقيقته. إذا أدركت حقاً أنك ارتكبت خطأً، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للانفصال والبدء من جديد مع شريك جديد. والمرحلة الأخيرة هي الحب الحقيقي. إذا قررت أن شريكك لا يزال هو الشخص المناسب، فأنت في طريقك للحب الحقيقي. يحدث ذلك بعد عام أو عامين من المرحلة السابقة، وهنا تنمو مشاعرك بشكل أعمق، والنتيجة علاقة سعيدة طويلة الأمد.